هل يتحدى نتنياهو بايدن؟ الإجابة نعم، هذا ما نقلته صحيفة بوليتيكو الأمريكية بعد لقائها رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي أكد أنه ماض في اجتياح رفح رغم تحذيرات الرئيس الأمريكي المتكررة. نتنياهو قال إنه لن يسمح بتكرار ما حدث في 7 أكتوبر، مشيرا إلى رفضه فكرة وقف إطلاق النار خلال شهر رمضان. نحن في طريقنا إلى النصر المطلق، وفي طريقنا إلى هذا النصر قضينا على الرقم 4 في حماس، الثالث والثاني والأول في الطريق، سنصل إلى الجميع. حذرت الرئاسة الفلسطينية من خطورة تصريحات نتنياهو التي رفض فيها مطالب الرئيس بايدن التي اعتبرت دخول مدينة رفح خطا أحمر. وأضاف نبيل أبوردينا أن هذه التصريحات تدل على نوايا إسرائيل بارتكاب المزيد من جرائم الحرب والإبادة ضد الشعب الفلسطيني والاستمرار في محاولات تهجير من أرضه ووطنه وفق تعبيره بالتزامن مع فرض قيود على الدخول إلى المسجد الأقصى. من القدس ينضم إلينا المحلل السياسي شلومو غانور. أهلا ومرحبا بك معنا سيد شلومو. هل فعليا سيد شلومو وصلت العلاقة ما بين إسرائيل والولايات المتحدة إلى حد ربما غير مسبوق في ظل كل هذه التصريحات والمواقف المتباينة والمطالب التي لم تنفذ من قبل الحكومة الإسرائيلية وتحديدا من قبل نتنياهو؟ نعم، للأسف الشديد ممكن القول والتأكيد بأن هذه الظواهر التي نشهدها وهذه التطورات هي لأول مرة في تاريخ العلاقات الإسرائيلية الأمريكية الحديثة. ولكن يجب التمييز بين العلاقات الاستراتيجية القائمة بين البلدين وما ينطوي عليها من علاقات وتعاون، وبين العلاقات بين الإدارة الأمريكية وبين رئيس الوزراء نتنياهو وحكومته. لذلك يجب التمييز بينهما. وأيضا الإدارة الأمريكية تؤكد بأن كل ما تفعله هو من منطلق الحرص على إسرائيل وعلى العلاقات، ولكن تصرفات نتنياهو هي التي قد تؤدي إلى عدم تحقيق الأهداف المرجوة من تصرفاته. طيب سيد شلومو، موضوع اجتياح رفح والحديث عنه وهناك إجماع يعني دولي أصبح الآن بما يخص اجتياح رفح أو تنفيذ العملية التي يتحدث عنها نتنياهو، وهو يقول في حال تمت الهدنة أو لم تتم فعملية رفح قائمة. هل من الممكن أن يحدث تغيير ما من قبل الجانب الأمريكي، الضغوط الأمريكية تثني نتنياهو عن هذه ربما التصريحات ويتغير المسار؟ هل هذا جائز؟ أستبعد هذا، لأن هناك إصرار من قبل المستويين الإسرائيلي الأمني والسياسي على استقلالية القرار، حيث من أهداف هذه الحرب هو الوصول وتفكيك البنية الإرهابية لحماس في قطاع غزة. لا يمكن إنهاء هذه الحرب ب80% بدون الوصول إلى رفح وإلى محور فيلادلفيا. فلذلك الخطط العملياتية على مستوى القيادة قد أكرت. المجلس الحربي لم يكرر هذه العمليات بالنسبة للدخول إلى رفح. المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية الذي هو مخول بذلك لم يصادق عليها بعد، أي أن هناك فترة من الزمن يمكن أن تستغل لإقرار هذه المشاريع حتى يتم القيام فعلا بعملية الاقتحام العملية. أعتقد بأن هذه المدة هي قرابة أسبوعين، مما يقال بأنه لا يمكن أن تقوم إسرائيل بعملية خلال شهر رمضان، فهذا أمر أيضا مستبعدا إذ ليس هناك أي قيود بالنسبة لإسرائيل أن تقوم بمثل هذه الأعمال خلال الشهر الفضيل. ولذلك
أعتقد بأن أيضا ليس هناك أي سبب منظور أن يمنع إسرائيل من استكمال العملية الحربية. سيد شلومو، لا تخشى إسرائيل نوع من العزلة قد يحدث لها إذا ما كان قد بدأ حقيقة في الحدوث من جراء هذا الإصرار يعني، ولا تكتفي بهذا القدر وتذهب إلى الهدن؟ لا تخشى من أن تصبح بعد انتهاء هذه الحرب بمشهد لم تكن تتوقعه أبدا فيما سبق، وتغير جذري من طريقة التعامل معها من المجتمع الدولي ككل؟ نعم، بكل صراحة هناك قلق لدى المستوى السياسي الإسرائيلي الرفيع من أبعاد وتداعيات مثل هذه الأمور السياسية إذا ابتعدت الولايات المتحدة وسحبت شبكة الأمان من تحت قدمي إسرائيل. هذا ممكن وهذا وارد في الإمكان، ولذلك نتنياهو أو المستوى السياسي المسؤول في إسرائيل يبحث عن إمكانية للخروج أو الرأب الصدع بين إسرائيل وواشنطن وبين الإدارة الأمريكية بالذات لمنع هذا الانفصام بين الإدارتين وإيجاد ربما خطوط و قواسم مشتركة ربما عن صدور بيان توضيحي من قبل إسرائيل بقبول نوعا ما برؤية الرئيس بايدن فيما يتعلق بموضوع حل الموضوع الفلسطيني والإشارة إلى كيان فلسطيني دون الإشارة بصورة واضحة إلى دولتين. هذه إمكانية أولى. إمكانية أخرى هي إمكانية توجيه دعوة إلى الرئيس بايدن بزيارة القدس وتوجيه كلمة إلى من على منبر الكنيست إلى الشعب الإسرائيلي، واستغلال هذه الفرصة لاستيضاح الأمور بينه شخصيا وبين نتنياهو. هذه إمكانيات واردة في الحسبان، ولكن أعتقد بأنها قد تؤخذ في الحسبان لرأب الصدع الذي آخذ بالازدياد يوما بعد يوم بين القدس وبين واشنطن وبالعكس بين واشنطن وبين القدس. شكرا جزيلا لك من القدس، كنت معنا المحلل السياسي شلومو غانور.